آباء وأمهات تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. لمساعدتكم في المراجعة لأبنائكم، هذا نموذج لاختبار الفصل الثاني في مادة التربية العلمية. الموضوع موجود على القناة في كوميونيتي من أجل الطباعة. لا تنسوا الدخول على القناة الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إذا التمرين الأول، ضع صحيح أو خطأ أمام كل عبارة. لدينا عبارات، إذا كانت صحيح نكتب صحيح، إذا كانت خطأ أكتب خطأ. لأجل التكاثر لا بد من وجود الذكر والأنثى. من أجل التكاثر يجب توفر الذكر والأنثى. صحيح. تحمل عصفورة الأم صغارها من الحيوانات. عصفورة الأم تحمل صغارها من الحيوانات. صحيح. في اليوم 60 ساعة وفي الساعة 24 دقيقة. في اليوم 60 ساعة. خطأ. في اليوم 24 ساعة. في الساعة 24 دقيقة. كذلك خطأ. في الساعة 60 دقيقة. إذن في اليوم 24 ساعة وفي الساعة 60 دقيقة، كلاهما خطأ. الأسد حيوان معتشي. حيوان يتغذى على الأعشاب هو الأسد. خطأ. الأسد حيوان مفترس يتغذى على اللحوم، من أكلات اللحوم. تقوم الحيوانات بسلوك خاص عند التكاثر. صحيح. لدينا لأجل التكاثر لا بد من وجود الذكر والأنثى. تحمل عصفورة الأم صغارها من الحيوانات. صغارها من الحيوانات. في اليوم 60 ساعة. خطأ. وفي الساعة 24 دقيقة. كذلك خطأ. الأسد حيوان لاحم معتشب. خطأ. تقوم الحيوانات بسلوك خاص عند التكاثر. صحيح. التمرين الثاني، اربط كل حيوان بصغير. لدينا حيوانات، الأسد، الحصان، الكلب، الدجاجة والبقرة. صغار، الصوص، الجرو، المهر، الشبل والعشب. إذا كل حيوان نربطه مع صغير. صغير الأسد هو الشبل. صغير الحصان المهر. صغير الكلب يسمى الجرو. كلب صغير يسمى الجرو. صغير الدجاجة هو الصوص. وصغير البقرة يدعى العجل. إذا الصوص هو صغير الدجاجة، الجرو هو صغير الكلب، المهر هو صغير الحصان، الشبل صغير الأسد، والعجل هو صغير البقرة. التمرين الثالث، أكمل الفقرة التالية بالكلمات الناقصة. التكاثر حركات الأنثى أصوات. عندما تقوم الأنثى الحيوان بكثيرة يصدر الذكر غريبة ويقترب منا فنسميها فترة. عندما تقوم أنثى الحيوان بحركات كثيرة يصدر الذكر أصوات غريبة ويقترب من الأنثى فنسميها فترة التكاثر. نعيد الفقرة، عندما تقوم أنثى الحيوان بحركات كثيرة يصدر الذكر أصوات غريبة ويقترب من الأنثى فنسميها فترة التكاثر. التمرين الرابع، صنف في الجدول الحيوانات التالية: النمر، العنزة، الثعلب، الزرافة، الفيل، الكبش، الكلب، الفهد والسلحفاة. أكلات العشب التي تتغذى على الأعشاب. أكلات اللحم التي تتغذى على اللحوم. النمر حيوان لاحم من أكلات اللحم. العنزة أكلات الأعشاب من أكلات العشب. الثعلب حيوان مفترس من أكلات اللحم. الزرافة حيوان عاشب
أكيد العشب. الفيل كذلك حيوان عشب يتغذى على الأعشاب من أكلات العشب. الكبش كذلك حيوان يتغذى على الأعشاب يعني من أكلات العشب. الكلب يتغذى على اللحوم من أكلات اللحم. الفهد حيوان مفترس يتغذى على اللحوم إذن أكلات اللحم. وأخيرا السلحفاة تتغذى على الأعشاب أكلات العشب أو أكلات العشب. إذن لدينا حيوان أكلات العشب العنزات، الزرافة، الفيل، الكبش والسلحفاة، بينما الحيوانات من أكلات اللحم النمر، الثعلب، الكلب والفهد. لا تنسوا الإعجاب على الفيديو. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.